اهلا بحضراتكم مره تانية والسيد الدكتور خالد حنفي وزير التموين، اللي هو بقى له الحقيقه فتره في سلسله مواجهات اعلاميه. يعني بدا بحوارات مع الصحف، ثم عدد متواصل من الحوارات مع المحطات المختلفه في محاوله لشرح الموقف داخل وزاره التموين وموقفه الشخصي من قضيه فساد القمح ولجنه تقصي الحقائق. دي واحده من القضايا، زي ما انا قلت يمكن في المقدمه، إن مش دي القضية الوحيدة اللي على أجندة هذا الحوار، خاصة القضية دي أطرافها وأضلاعها صارت واضحة قدامنا، حكومة وبرلمان وإعلام ورأي عام ونيابة عامة كمان في هذه الصورة. سيادة الوزير برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بيك. هل أنت توترت من القضية دي؟ أنا شايفك يعني في أكتر من حوار، يعني في مصر اليوم وبعدين في الوطن وبعدين في أكتر من محطة، هل أنت كنت حاسس إن في معلومات ممكن تطالك؟ فانت طلعت في اكتر من حته تتكلم تدافع؟ لا لا ابدا، هو في اهتمام راي عام، والراي العام دلوقتي بقى راي عام مختلف عن قبل كده، بقى في اناره للامور، فبقى الراي العام مطلع على حاجات ما كانش دايما بيبقى مطلع عليها، وبقى في برلمان بيوضح وبيناقش قضايا معينه، فبقى فيه اهتمام كبير. ده اللي بيخلي اللي حضرتك بتقول عليه الاهتمام الإعلامي، اللي بقى كان قبل كده فيه اهتمام إعلامي فقط، دلوقتي فيه اهتمام إعلامي واهتمام برلماني، والاتنين المفروض برضو رايحين ناحية توضيح الأمور للرأي العام. الجزء طبعا من الوقت احنا يعني لازم نكون موجودين فيه مع الرأي العام ومع الإعلام لأن ده حقهم، فلما بيجي حد من الإعلاميين سواء كانت صحف أو برامج يبقى ليهم طلبات على أنهم يستوضحوا أمور لازم نكون موجودين فيها. ده طبعا دي حاجة بتسعدنا في هذه الحكومة، بس أنا عندي ملاحظة أساسية في هذا الجزء. أنا شفت لحضرتك رد على الأستاذ مرسي عطلة في الأهرام، كنت قلت في حاجة مش عارف، عايز أتأكد إذا كان ده كلامك ولا، لأن دي رسالة حضرتك قلت في البداية إن هذه الزوبعة المثارة وراءها من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها الوزارة، وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد، وذلك على حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليار جنيه كانت تذهب إلى جيوب أصحاب المصالح. فأنت في البداية كان تصنيفك لكل هذه الزوبعة على حسب هذه الرسالة اللي نشرها الأستاذ مرسي عطلة إن ده وراءه أصحاب مصالح، ما كانش حالة الاعتراف بوجود فساد زي ما أنت بتعمل دلوقتي. لا لا لا، أنا من الأول من سنتين طالبت بتغيير منظومة استلام القمح، مش طالبت بس، ده أنا تقدمت لمجلس الوزراء بشكل رسمي في شهر 8/2014. وخلي بالك منظومة استلام القمح دي منظومة فيها أطراف كتيرة جدا، ليس وزارة التموين لوحدها، وأطراف داخل المجلس الوزراء وأطراف خارجها كمان. على ما بدأنا أن احنا يعني نشرح هذا الأمر ونشرحه للرأي العام من شهر 8/2014، وصلنا في نهاية الحكومة الحالية طلع قرار من مجلس الوزراء بتغيير منظومة استلام القمح المحلي، وبعض النواب اعترضوا عليه حضرتك. وخلي بالك ان لما طرحنا ده طرحناه واحنا بنذكر الاسباب اللي من ضمنها ان المنظومة الحالية هي منظومة تبعث على الفساد وفيها جذور الفساد. حلو. وقلنا علشان نكون متسقين ان احنا بنغير منظومة العيش لما بدأنا، وقلنا هنغيرها ونلغي طابور العيش عشان يبقى في توافق، لازم كل الحلقات بتاعت التداول تكون ماشية بنفس المنطق. صحيح. اللي حضرتك بتقوله هنا هو جزء من حاجة لا ينفي ان احنا شايفين ان المنظومة لابد تتغير، لكن لا ينفي ايضا ان هناك مجموعات كبيرة جدا من اصحاب المصالح اللي حضرتك ذكرتهم. لا مش انا، ده حضرتك اللي حضرتك ذكرتهم يعني اللي حضرتك ذكرتهم للاستاذ مرسي اللي حضرتك قريتهم يعني دلوقتي، اكيد ان في مصالح كتيرة جدا. احنا لما بدأنا منظومة العيش حذرنا بشدة وتقلنا انتوا داخلين في عش ضبابير، وان في ناس كتيرة مش هتكون راضية على ان يستقطع منها المليارات اللي هي كانت بتحصل عليها من المنظومة السابقة. وبالتالي طول بس الوقت بس جامعات المصالح دي هي اللي ورا تفجير قضية فساد القمح؟ مش اللي ورا تفجير القضية، ورا
ان هي تخليها قضية ساخنة جدا، لان الـ القضية حضرتك اعلامي وعارف القضية ممكن يسلط عليها الضوء بطرق مختلفة وبمقادير مختلفة، وممكن تروج لها. يعني القضية دي المروج لها وزير التموين فقط. ما اقصدش ان في اطراف انت مستهدف حاسس ان يعني حاسس ان حضرتك مستهدف. لا 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 ما اقصدش كده. يعني اقصد ان عمليه التوجيه الرساله الاعلاميه هو توجيه ممكن يكون في اطراف لها مصلحه ان هي توجهه بالشكل ده، وخاصه ان بدا يبقى الحديث عن العيش وعن منظومه العيش. وانا اعتقد ان لا يعني انت حسيت لما كتب الاستاذ مرسي عطا الله وحضرتك بعت له انا مش متذكر اصل اللي حضرتك بتقوله، بس انا برد على الموضوع نفسه. لا 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 في مطبوعه من الاهرام. انا مش معترض. انا يعني انا يعني في 14 يوليو موجوده معانا على الهواء. لا لا مش فانا بس وقفت عند دي. انا تابعت كل حوارات حضرتك الفتره اللي فاتت الحقيقه، ومهتم بيها وفي جزء يعني ومصدقك، وما قلت ان في انك مقدم من سنتين حاجه، وانا حضرت معاك في نيويورك وانت بتتكلم في موضوع التخزين ومشروع قومي وتخزين الحبوب الى اخره. لكن انا وقفت جدا يعني رغم ان انا تابعت كل الحوارات ومطمئن لاداء البرلمان، الا اني وقفت عند الجمله دي. يعني ايه انه وراءها طلبات غير مشروعه؟ هل في حد من نواب البرلمان طلب منك طلبات غير مشروعه؟ لا، ما هو ده عشان كده انا قصد اقول لحضرتك كده عشان ما يحصلش خلط ما بين الامرين. موضوع البرلمان موضوع حيادي ومحايد ووطني وكل هذا. ما ايه طلبات غير مشروعه؟ الطلبات غير مشروعه مش من البرلمان، مش من اعضاء البرلمان. من انا بتكلم حضرتك على شق اعلامي في الاساس. ان جاءت طلبات طبعا غير مشروعه، وكثير من اصحاب ما انا هقول لحضرتك كثير من اصحاب المصالح. منظومه، خلي بالك، منظومه الدقيق والقمح والعيش سابقا منظومه كان فيها ناس بتتربح بالمليارات. احنا لما اشتغلنا بالشكل ده في ناس كتيره خرجت بره نطاق المصلحه وتحقيق المنفعه بتاعتها. والجزء ده مقصود بيه ان كان في ناس تقدموا لنا فعلا بطلبات، والطلبات دي موجوده عندي ومسجله، ان هم عايزين حاجات غير مشروعه ولا يمكن ان هي تقبل. زي ان هم ياخدوا حصص معينه يعملوها، ان هم ياخدوا حاجات بالامر المباشر في توريدات خاصه بالقمح وبالدقيق. وناس دول منهم طلعوا في وسائل الاعلام. فالناس دي بقى قالت يعني لو وزير التموين بقى بيعمل كده، طب احنا بقى هنفجر له قضيه فساد القمح. برضه مش عايزها تتقال كده، لان لما تتقال كده معناها ان البرلمان اتحرك بسبب دول. البرلمان ما اتحركش بسبب دول، البرلمان اتحرك بسبب وطني وبدافع وطني وعنده موضوعات وطنيه اتحرك بيها. دول اتحركوا، مش معنى ان دول اتحركوا ان البرلمان اتحرك بسببهم، انما الاثنين اتحركوا في نفس الوقت. او ان الطرف ده هو المنتفع لقاها فرصة جيدة جدا ان هو يعني يتحرك في نفسه. إيه نوع يتحرك اعلاميا؟ يعني في ناس طلعت في برامج اعلامية، في ناس اتحركت مع بعض وسائل اعلام، بدأت تنشط الموضوع بشكل كبير بحيث ان يبقى الموضوع سخن اعلاميا. سخن اعلاميا لان فرصة ذهبية ان هو يخلصوا منك. لا، ما اقصدش فرصة ان هل هو انت حاسس انك مستهدف؟ يعني بس بعض الناس دلوقتي بتقول حتى لو لم يثبت انه في اي طرف من اطراف مثلا في الوزاره يكون ليه ايد في الموضوع، لكن الوزير مسؤول سياسيا، هل انت شايف ان الكلام ده استهداف ليك؟ الوزير اللي حضرتك بتتكلم عليه ده الراجل اللي سامعك في دلوقتي في التلفزيون عارف ان الوزير ده اللي رجع له كرامته في العيش، وعارف كويس قوي ان الوزير ده لغى طابور العيش اللي قعد 40 50 سنه ما كانش ممكن يتلغى، وكانت الناس متصورة انه مستحيل يتلغى. عارف كويس قوي ان الوزير ده غير له منظومة التموين كلها. عارف كويس انه اخترع له اختراع اسمه نقط العيش، اللي مثلا النهاردة في واحد في الشهر اتصرف منها حوالي مثلا 80 مليون في اول يوم فقط، وان الناس بدأت تاخد منها سلع مجانية. هو مدرك هذا الامر. الراجل اللي في الشارع برضه شك فيك تقصد؟ انا متاكد من ده لان انا موجود في الشارع. طبعا المواطن عنده مشاكل لان انت عندك 90 مليون بتتعامل معاهم، بتتعامل معاهم في بطاقات، بتتعامل معاهم في مصالح حكوميه ما هياش كلها مثاليه، واكيد في منغصات بتبقى عند المواطن وهو بيحاول يؤدي ده. انما الجمهور الكبير، لا طبعا الجمهور الكبير حقق ده بدليل انك لما هتنزل في الشارع عند فرن عيش، عند نقطه بيصرف. يعني حضرتك مطمئن تماما ان مفيش حد بيشك خالص في خالد حنفي انه ليه ايد في اي حاجه من دي؟
مطمئن. لا لا اكيد في ناس بتشك وناس ما بتشكش، لان الناس مش زي بعضها. يعني في ناس رايها كده، خلي بالك انت تفرق ما بين حاجتين، تفرق ما بين الجمهور 90 مليون منهم، لو 1% ضد دول مليون، واخد بال حضرتك؟ فده رقم كبير. فانما في 89 مليون تانيين بيصرفوا وبياكلوا وبيشربوا وماشيين بشكل افضل وحاسين ان في حد معاهم. وده امر على فكره امر موجود في الشارع، ما هواش وجهه نظر، والناس بتشوفه في طول الوقت.